هنخلص شابتر 2 اللي هو الشابتر اللي مش راضي يخلص ده. النهارده باذن الله اخر حصه شرح في شابتر 2. احنا خلصنا فكره الشابتر عموما، بس في حالات خاصه كده هتقابلنا وهو بيكلمك عنها في الجزئيه اللي فاضله دي. فاحنا النهارده معانا ثلاثه سبيشال كيسز، لو جم في المساله هخلي بالي منهم، لو مش في المساله خلاص يبقى احنا زي ما احنا واقفين. بس احنا مش هناخد فكره مسائل، هي دي حالات خاصه من المسائل. فاحنا النهارده معانا كام سبيشال كيس؟ ثلاثه سبيشال كيس. طبعا احنا لسه شابتر 2 اللي هو بيتكلم عن فكره الستوك انفستمنت اللي هو الاستثمار في الاسهم. وعارفين الطريقتين اللي احنا بنستخدمهم في الشابتر ده اللي هم الفير فاليو ميثود لو الاستحواذ اقل من 20، والايكويتي ميثود لو الاستحواذ ايه؟ كان من 20 ل 5. طيب اول حاله خاصه معانا عشان بس ما نضيعش وقت، اول حاله خاصه معانا تعالى كده نقرا اسمها ايه؟ اسمها ستوك بيرشيزز دايركتلي فروم ذا انفستي. انه حضرتك تروح تشتري الاسهم بتاعتك دي مباشره من مين؟ من الانفستي. سيب الورق وبس بص معايا كده دي اهو. لو انا قلت لك شركه اسمها ايه راحت خدت 20,000 شير من فروم شركه بي، شركه بي دي اللي كان عندها 100,000 شير، يبقى واحد اسمه ايه راح خد 20,000 سهم من شركه اسمها بي، وبي دي كان عندها كام سهم؟ 100,000 سهم. طبعا لو احنا حابين نحسب هنا مفيش نسبة صح، بس احنا واخدين نقدر نحسب النسبة ازاي؟ نسبة الاستحواذ. هقسم 20,000 سهم على كام؟ على 100,000 سهم. فاحنا لو حابين نحسب الـ percent of acquisition نسبة الاستحواذ زي ما احنا واخدين كده، هنقسم 2000 سهم اللي احنا اشتريناهم من جملة اسهم بي اللي هو كام؟ 20,000 سهم. ف20,000 سهم من كام؟ من 100,000 سهم تطلع النسبة 20%. ماشي، ده كلام قديم واحنا عارفينه. طبعا ايه ده اللي هو الانفستور طبعا، وبي ده اللي هو مين؟ الانفستي. بس خلي بالك احنا لما عملنا الحسبة دي احنا كده افترضنا افتراض. ايه الافتراض؟ الافتراض ان ال 20,000 سهم اللي انا كايه اشتريتهم من الاسهم اللي هي موجودة اساسا مع مين؟ مع الشير هولدرز. يعني انا رحت لحملة الاسهم ورحت لميت منهم كام سهم؟ 20,000 سهم، بس الانفستي اللي هو بي اسهمه لسه زي ما هي كام؟ 100,000. ده الافتراض اللي احنا مفترضه انه بي عنده اسهم متاحه في السوق 100,000. خلاص كده؟ انا رحت اشتريت منهم كام؟ جبتهم منين ال 20؟ من الافيلابل اوريدي مع الشير هولدرز. خلاص؟ طب افرض بقى انا ما رحتش للشير هولدرز دول خالص، ماليش دعوه بحمله الاسهم، ورحت للانفستي مباشره، رحت له هو وقلت له يا بي انا عايز 2000 او عايز 20,000 سهم جداد، اصدر لي انا مخصوص كام سهم؟ 20,000 سهم. فالراجل هيصدر 20,000 سهم اوريدي لسه ما كانوش موجودين مع النيه، هيعمل نيو ايشونس لكومن ستوك. خلاص؟ طب ايه اللي هيحصل عندنا لو هو عمل نيو ايشونس؟ الاسهم المتاحه مش هتفضل 100، صح ولا لا؟ بعد الاصدار هيبقوا كام؟ 120. فهو دي الفكره، انه لو انت رحت للانفستي اشتريت منه الاسهم دايركتلي، الاسهم المتاحه دي هتزيد بالاصداريه الجديده. فلو هو كان عنده 100 وهيصدر لك 20 كمان، فهيبقى المتاح ليه كام؟ 120. فانا لو حابب احسب نسبتي دلوقتي بقى احسبها ازاي؟ 20,000 بس مش من 100 بقى، 20,000 من كام؟ من 120 اللي هو المتاح كله بعد الاصدار. فاهمين قصدي يا شباب؟ هو دي فكره ان انا اروح اشتري الاسهم دايركتلي من الانفستي. طب سؤال، طب سؤال، انا اعرف ازاي اذا كنت اشتريتهم من الشير هولدر ولا اشتريتهم من الانفستي؟ هيوضح لي ازاي؟ هيجي يقول لك كده، لو قال لك انه انت اشتريت 20,000 سهم بريفيسلي ان ايشود. يعني ايه بريفيسلي ان ايشود؟ يعني ما كانوش مصدرين قبل كده، دي اصداريه جديده، يبقى تفهم ان كده انا رحت اشتريتهم دايركتلي منين؟ من الانفستي. لكن لو قال لي اشتريت 20,000 سهم وسكت، خلاص انا مفروض ان انا اشتريتهم من مين؟ من الشير هولدرز المتاح. مش عارف الجزئيه دي؟ خلاص، يبقى انت بتدور على عدد الاسهم اللي انت اشتريتها،
الاول بتشوف انت اشتريتها من الشير هولدرز ولا اشتريتها من مين؟ من الانفستين مباشره. الموضوع كله هيفرق في النسبه بس، مش هيفرق في حاجه ثانيه. ايه النسبه اللي هتتغير لو انت اشتريتهم من الشير هولدرز؟ اذا الاسهم بتاعت الانفستي زي ما هي، صح ولا لا؟ لكن لو رحت اشتريتهم من الانفستي مباشره كده عدد الاسهم بتاعت الانفستي زادت بعد الطرحيه الجديده، صح ولا لا؟ يبقى هقسم على العدد القديم بلس الايه؟ بلس ال 20. يعني هنا لو كان ده قال لي ان ال 20000 دول بريفيسلي ان ايشود، وعايز احسب النسبه، احسبها ازاي؟ 20000 دول اللي انا اشتريتهم مقسومين على 100000 القدام زائد الاصداريه الجديده كام؟ 20000. شوف بقى 20 على 120 دي تطلع نسبه كام؟ في مشكله في الجزئيه يا شباب؟ طيب سؤال بقى، هو لو البي اللي هو الانفستي ده عمل اصداريه اسهم جديده، هو اصدر اسهم، عمل نيو كومن ستوك ايشونز، هل ده هيأثر على الايكويتي بتاعته ولا مش هيأثر؟ ربط بقى الكلام كده ببعض. خلاص احنا اتفقنا على النسبه واتكلمنا عنها، مش هنرجع لها تاني دلوقتي. انا بكلمك بقى بالنسبه للبي اللي هو الانفستي ده، لما يعمل نيو ايشونز الكومن ستوك، هل ده هيأثر على الايكويتي بتاعته ولا مش هيأثر؟ طبعا، مش هو اصدر اسهم جديده والاسهم دي ايه؟ ما هي ايكويتي، يعني الايكويتي بتاعته هتزيد ولا لا؟ الايكويتي بتاعته هتزيد. هتزيد بكام؟ هنشوف المساله، بس خد لي كده فكره انه طالما الانفستي هيعمل نيو ايشونز، قيمه الايكويتي بتاعته هتفضل زي ما هي ولا هتزيد؟ هتزيد بالاصداريه الجديده دي. تمام يا شباب؟ تعالوا نشوف مساله. الاكزامبل اللي معانا بيقول لي، ركزوا بس في الاكزامبل قوي عشان الجزئيه او ثلاث جزئيات اللي هنقولهم فيها افكار كده من تحت لتحت، تركات كده صغيره، فعايزين نفرحها كده عشان نقول الافكار اللي احنا عايزين نقولها. بيقول لي اسيوم ذات بوك، افترض معايا ان في شركه اسمها بوك كوربوريشن اشترت بيرشيز كام؟ 20000 سهم. مالهم بقى ال 20000 سهم دول كده قرا لي؟ بريفيسلي ان ايشو، يعني دول اساسا ما كانوش موجودين مع الكومن ستوك، ما كانوش موجودين مع الشير هولدرز اصلا. امال انا جبتهم منين؟ رحت اشتريتهم دايركتلي من مين؟ هو مش هيقول لك بقى دايركتلي، طالما هم بريفيسلي ان ايشو يبقى انت تفهم ان انا رحت خدتهم على طول من مين؟ من انفستي. هو كمان قال لي الان ايشو كومن ستوك دول دايركتلي رحت خدتهم من شركه ثانيه اسمها ايه؟ صن. يبقى ده الانفستي اللي عندي، يبقى بوب ده الانفستور وصن ده مين؟ الانفستي. طب دفعت فيهم كام الاسهم دي؟ الاسهم دي دفعت فيها كام؟ دفعت فيها 450000 جنيه، الاسهم دي دفعت فيها 450000 جنيه، دفعتهم لمين؟ لصن. قلت لصن خد ال 450000 جنيه واصدر لي 20000 سهم جداد. مش فاهم الكلام ده؟ طيب بص بقى، مديني طبعا، الكلام ده حصل امتى؟ في جانيوري 1 2016. حلو قوي. بعد كده حط نقطة وبيقول لي سانز، سانز ده اللي هو مين؟ الانفستي. مديني الستوك هولدرز ايكويتي بتاعته. مديني الستوك هولدرز، ادي شركة سان اهو، مديني الايكويتي بتاعته امتى؟ 2015. في ديسمبر 31/2015، يعني قبل يوم واحد من الإصدارية الجديدة. صح؟ وانت أصدرت الأسهم الجديدة امتى؟ رجال 1/2016. الايكويتي قبلها بيوم واحد كانت شكلها كالتالي، تعال نشوف الايكويتي كده شكلها عامل ازاي. قال الايكويتي دي كانت عباره عن 300000 جنيه اوف 10 بار كومن ستوك، يعني كان عندي كومن ستوك وكان البار فاليو بتاعته ب 10، والاسهم دي كانت قيمتها كام؟ 300000. ايه كمان؟ و100000 ريتيند ايرنس، وكان في كمان ريتيند ايرنس بكام؟ ب 100000. خلاص دي الايكويتي. فانت لو عايز تشوف الايكويتي كده كانت بكام، يبقى التوتال ايكويتي هو مجموع الرقمين، صح ولا لا؟ يبقى التوتال ايكويتي كانت بكام؟ 400000. في حد محترم قوي يقول لي 400000 دي ممكن اسميها ايه تاني غير الايكويتي؟ بوك فاليو. ما تقوليش نيت اسيتس، اصل في فير فاليو، صح ولا لا؟ يبقى الايكويتي دي انا ممكن اسميها ايه كمان؟ البوك فاليو لمين؟ للنيت اسيتس. دي خلاص بقى كل مره هفضل افكرك بيها كده، الايكويتي دي هي البوك فاليو للنت اسيتس. هو كده خلص عرض المساله. تعال نشوف بقى طالب ايه بالراحه كده. اول مطلوب بيقول لك احسب لي بوب كوربريشنز برسنتج اونر شيب في الشركه.
نسبة بوب دلوقتي، نسبة امتلاكه أو نسبة أسهمه كام في الشركة. فهنحسب دلوقتي الـ percent of acquisition. هو كده كده الـ percent of acquisition هي مفهومي عنها إيه في البسط وإيه في المقام. في البسط الأسهم اللي أنا خدتها، في المقام على كل الأسهم الموجودة، صح ولا لا؟ طيب أنا اشتريت كام سهم؟ 20,000 سهم. مقسومين على إيه؟ لا بالراحة، بس بالراحة خلينا واحدة. مقسومين على إيه؟ على كل الأسهم اللي عند صن لحد التاريخ بتاع الإصدارية الجديدة ده، صح ولا لا؟ طيب هو أسهم كان عنده كام سهم أساسي؟ صن قصدي كان عنده كام سهم أساسي؟ 200 مين؟ خلي بالك بقى، هو مديها كده الإيكويتي ليه؟ عشان تعرف هو كان عنده كام سهم أساسا قبل الإصدار. مش هو أصدر 20,000؟ دي جديدة. طب قبل الإصدار كان عنده كام سهم؟ هل ال 300,000 دي عدد الاسهم؟ دي قيمه الاسهم. انا دلوقتي عايز اعرف عدد الاسهم. طب اعرف عدد الاسهم اللي كانت عنده ازاي؟ حسبه بسيطه، هقسم قيمه الاسهم على سعر السهم. هقسم قيمه الاسهم على سعر السهم يطلع لي ايه؟ الاسهم اللي كانت عنده اساسا. يبقى انا لو قسمت 300,000 على 10 يبقى كانه الراجل ده كده كان عنده 30,000 شير اساسا. هو عنده اساسا اسهم اوت ستاندنج 30,000 سهم. مش احنا لو خدنا ال 10 في 30,000 سهم هيدونا 300,000 سهم ولا لا؟ فانت بس خلي بالك من الحسبه دي عشان انا اول مره اقولها. ان انا لو عايز اعرف قيمه الاسهم اللي موجوده عند الشركه باخد قيمه الاسهم، لو عايز اعرف عدد الاسهم باخد قيمه الاسهم واقسمها على مين؟ على الباب. يديني عدد الاسهم. يبقى الراجل ده اساسا كان عنده كام؟ 30. ده قبل الاصدار. ولما راح بوب اصدر له 20 جداد فبقى كده عنده كام؟ 50. يبقى 30 زائد 20 يبقى انا خدت اسهم 20 من توتال بعد الاصدار كام؟ 50,000 سهم. اقسم بقى على 20 على 50 عشان تشوف نسبه استحواذك في الشركه دي كام؟ تطلع كام؟ 40%. طبعا طالما 40% يبقى احنا مجبرين نشتغل بطريقه مين؟ الايكويتي. هل ممكن اقسم النسبه تطلع 10%؟ ممكن عادي، ايه مشكله؟ وهشتغل بطريقه مين؟ فير فاليو. يعني هي دي مش فكره جديده، دي فكره بس ان انا بوري لك ان انا ممكن احسب النسبه ازاي. لكن زي ما تطلع معاك النسبه هتشتغل بالميثود المحاسبيه اللي احنا متفقين عليها. طيب شوف المطلوب بيه كده او مطلوب اتنين. مطلوب اتنين بيقول لي كالكيوليت البوك فاليو للنت اسيتس. البوك فاليو للنت اسيتس اللي هي الايكويتي اللي استحوذ عليها بوك. مش بوب دي نسبه في الشركه 40%؟ 40% من البوك فاليو للنت اسيتس او 40% من الايكويتي. هو عايز يعرف دلوقتي 40% من الايكويتي هتبقى بكام؟ طب ما الايكويتي قدام 400,000. لا يا حبيبي استنى، ده الايكويتي دي اتغيرت بعد الاصدار الجديد، صح ولا لا؟ هي كانت 400 بس كون الانفستي اصدر اسهم جديده يبقى الايكويتي ما عادتش 400. امال الايكويتي زادت بكام؟ زادت ب 450,000 كله. ايه؟ الايكويتي دي اللي كانت 400 بعد الاصداريه الجديده هجمع عليها الثمن اللي انا قبضته في الاسهم اللي هو كام؟ 450,000. طب ليه؟ سيبها بس ليه دلوقتي؟ خدها بس قاعده مني كده، هفسرها لك ليه دلوقتي بس ما تقلقش، بس انا مش عايز اتطرق معاك عشان كل دي اساسيات ماده الكوربوريشن اللي انتوا ما خدتوهاش للاسف. بس خلينا بس نقول نتفق كده انه الايكويتي الجديده بعد الاصدار هي هتبقى عباره عن الايكويتي القديمه بلس ايه؟ البرايس اللي انا قبضته في بيعه الاسهم. بلس مين؟ البرايس اللي انا قبضته في بيعه الاسهم. اصله خلي بالك انت لما اصدرت 20,000 سهم انت ما بعتهمش بالبار بس، اصل الكومن ستوك دي بتاعت مين؟ البار بس، صح ولا لا؟ انت لو كنت بعته بالبار، لو كنت بعته بالبار كام؟ 10. فلو انت كنت بعت ال 20,000 سهم دول بالبار كنت قبضت كام؟ 200 بس. بس انت ما قبضتش 200، انت قبضت كام؟ 450. اذا في ايه؟ اديشنال بيدنج كابيتال. مش احنا واخدين ان الفرق بين البار والفير فاكس ما عادش بيدنج كابيتال، يعني الايكويتي الجديده هتزيد كمان باديشنال بيدنج كابيتال اللي هو الفرق ما بين القيمتين. عشان ما ادخلكش في القصص دي خدها لي قاعده، النيو ايكويتي بعد الاصدار هي عباره عن، اكتبها كده في الصفحه البيضاء، النيو ايكويتي بعد الاصدار. لو عايز احسب النيو ايكويتي بعد الاصدار النيو ايكويتي بعد الاصدار هاخد الاولد ايكويتي، هاخد الاولد ايكويتي قبل الاصدار
الجديد هاخد الاولد ايكويتي قبل الاصدار الجديد بلس بلس ايه بقى؟ مش الشير برايس، ثمن الاصداريه الجديده. اكتب كده البرايس اوف نيو ايشوانس كله بالكامل بلس البرايس اوف نيو ايشوانس كله. اللي عايز بقى يفهمها اكتر يبقى يستناني بعد الحصه بقى اوضحها له، لكن انا لحد دلوقتي مش هقدر اوضح عشان ما ايه الدنيا ما تدخلش في بعض. فاحنا دلوقتي لو عايزين نحسب نسبه الراجل ده من الايكويتي، هو نسبته 40% صح؟ ده المطلوب بقى نسبته 40% من ايه؟ من الايكويتي بعد الاصدار. الايكويتي بعد الاصدار دي عباره عن ايه؟ ال 400,000 اللي هي الاولد ايكويتي اساسا اجمع عليها ايه؟ الثمن اللي انا قبضته في الاسهم الجديده 450,000. يبقى كانه نسبته في الشركه هتبقى عباره عن ايه؟ 40% من الكام؟ من ال 850,000. شوف دي بقى تبقى بكام؟ 40% من ال 850,000 تطلع كام؟ 340. في مشكله في المطلوب واحد او المطلوب اثنين؟ ردوا عليا بس عشان هنا في افكار. في مشكله هنا في مطلوب واحد او مطلوب اثنين؟ طيب مطلوب ثلاثه. مطلوب ثلاثه على فكره الدكتور ما قالوش، بس انا عايز اقوله لانه ممكن يجيبه قوي. بيقول لي ديترمن ذا جود ويل، حط خط تحت الجود ويل، او ممكن يكون قاله مش فاكر. ماشي، ديترمن ذا جود ويل فروم بوبس انفستمنت ان سام. حدد قيمه الجود ويل اللي موجوده عند بوب لاستثماره في سام بافتراض ايه؟ ان البوك فاليو بتاعت كل الاسيتس واللايبيلتيز كانت ايكوال لمين؟ للفير فاليو. طيب في حاجه بس عايز اقولها، هو عموما لو ما قاليش انه اساسا البوك فاليو ايكوال للفير فاليو، انا هفترضهم ان هم بيساووا بعض طالما ما قاليش ان في فروق. تاني؟ لو ما قاليش، يعني انا عايزك تحط لي جمله اسيوم ذا بوك فاليو دي ما بين قوسين واكتب لي لو ما قاليش انا هفترضها من عندي. عايزك تحط لي اسيوم دي ما بين قوسين واكتب لي كده لو ما قاليش انا بفترضها من عندي. لو ما قاليش هو ان في فروق ما بين البوك فاليو والفير فاليو، انا بفترض ان هما متساويين. لو في فروق بقول، لكن طالما انت ما قلتليش انا هفترض ايه؟ ان هما متساويين. طب بالراحه، بس هو عايز ايه؟ عايز الجود ويل. طب الجود ويل دي بتتحسب ازاي؟ احنا قلنا قبل كده بقارن بين مين ومين؟ الكوست والفير فاليو، صح ولا لا؟ يبقى انا لو عايز احسب، فاكرين الثلاث حاجات اللي كنا بنقارنهم ببعض؟ كنت بقارن الكوست مع مين؟ مع الفير فاليو للنت اسيتس. مع مين؟ مع البوك فاليو للنت اسيتس. وطبعا الكوست كانت تمثل نسبه كام؟ 40%، صح ولا لا؟ يبقى كنت بقارن الكوست ب 40% من الفير فاليو و 40% من البوك فاليو، صح كده؟ طيب كوست اللي انا دفعتها كام؟ انا دفعت كمستثمر في الاسهم دي كام؟ 450,000. طب عايز احسب 40% من الفير فاليو للنت ايكويتي، للنت اسيتس قصدي. طب ما في حاجه، طب ما الفير فاليو ايكوال لمين؟ البوك فاليو. يعني انا ممكن اجيب 40% من البوك فاليو واقارنها بالكوست ولا لا؟ هما الاثنين بيساووا بعض. طب هل انا معايا 40% من البوك فاليو للنت اسيتس؟ ايوه، ما هي 40% من البوك فاليو للنت اسيتس يعني 40% من مين؟ من ايكويتي. ما هي هي، صح ولا لا؟ طب 40% من ايكويتي احنا لسه حاسبينها بكام؟ 340,000، صح ولا لا؟ طالما الحته دي 340 يبقى كمان الفير فاليو بكام؟ 340. هما بيساووا بعض، ولو ما قاليش انا بعتبر ان هما بيساووا بعض. يبقى في الحاله دي لو انا عايز احسب الجود ويل هطرح كام ناقص كام؟ 450 ناقص 340. الفرق ده هيبقى بالنسبه لنا هو مين؟ هو الجود ويل. شوف بقى هيطلع بكام؟ هيطلع بكام؟ 110. عايز توضح الحته دي كده عندك في الورق في الصفحه دي، وضحها عشان بس ما تتلخبطش وما تروح. وضح انه ده شغلنا القديم، انا بقارن الثلاث حاجات ببعض، بس هنا البوك فاليو زي الفير فاليو. حطيت ايدك ليه؟ ولو ما قاليش ان هما بيساووا بعض، انا اعتبر ان هما بيساووا بعض ولا لا؟ اعتبر ان هما بيساووا بعض. دي الحاله الخاصه بيك. تحل المساله عليها كمان ولا واضحه؟ في مسالتين عليهم، انا لما كنت سايبهم تحلوهم انت. عايزين تحلوهم ماشي، لو عايزين نحل واحده كمان واسيب لكم واحده براحتكم.
ايه رايكم نحل كمان ولا ما نحلش؟ طب اللي عايز نحل ايه؟ طب ناخد واحده في السريع. مفيش مشكلة. طب بصوا معايا في الورقة بقى، مش هقعد اكتب. بصوا معايا في الورقة. مديني هو 3 كوربوريشن ستوك هولدرز ايكويتي ات ديسمبر 31، زود انت ديسمبر 31 2010، زود انت بس 2010، يبقى مديني الستوك هولدرز ايكويتي بتاعت شركة 3 في ديسمبر 31 2010، ومدالي ان ثاوزندز. ركز معايا، مديني كابيتال ستوك، مديني الايكويتي اهي كابيتال ستوك 10 باب، وكانت قيمه الاسهم دي 600,000. هو بقى الراجل هنا جايب لي دي، قام جايب لي الاثنين، قال لي كان ب 10 بار واحنا عندنا 60,000 سهم، فلما ضربناهم ادانا كام؟ 600,000. طب لو ما اداناش 60,000 سهم دي كنا احنا نقدر نجيبها؟ خلاص هنقسم بقى زي ما اتعودنا. ومدينا بعد كده اديشنال بيرنج كابيتال بكذا، ومدينا ريتيند ايرنينجز بكذا، كل الايكويتي كام؟ مليون. دي الايكويتي اللي هي عنده في ديسمبر 31 2010. واحنا طبعا عارفين ان الايكويتي دي هي مين؟ البوك فاليو لمين؟ للنت اسيتس. ماشي. بعد كده بيقول لي اون جانيوري 1 2011، يعني امتى؟ في اليوم اللي بعد الايكويتي ده، في اليوم اللي بعده على طول في اول السنه، في شركه اسمها بو اشترت 20,000 previously unissued shares من شركه 3، واشترتهم بكام؟ 500,000 جنيه. اشترتهم 500,000 جنيه. طيب احنا اشترينا 20,000 سهم، صح ولا لا؟ اول سؤال، احسب لي النسبه بتاعت الاستحواذ. 20,000 اللي انا اشتريتهم في البسط مقسومه على ايه؟ على ال 60 اللي كانوا موجودين اصلا بلس الاصداريه الجديده اللي هي 20، يعني 20 على 80. طب يا شباب 20 على 80 دي تطلع كام؟ 25%. 25% يعني ايه؟ يعني فير فاليو ولا ايكويتي؟ ايكويتي طبعا، دي في النسبه او في الكاتيجوري اللي ما بين 20 و50، يبقى شغال بمين؟ بالايكويتي مان. طيب هو هنا ما طلبش المطلوب اثنين، هو طلب على طول تحسب له الجود ويل، طلب على طول تحسب له الجود ويل، برضه الجود ويل، وبافتراض ان البوك فاليو بتاعت الاسيتس ايكوال لمين؟ للفير فاليو. طيب ركز بقى معايا، لو انا عايز احسب الجود ويل هحسبها ازاي؟ هقارن مين؟ الكوست بمين؟ بالفير فاليو او البوك فاليو، ما هم بيساووا بعض، صح ولا لا؟ طب الكوست كام؟ هو قال لي اهو انا دفعت في الاصداريه الاسهم دي كام؟ 500,000. الكوست 500,000. طيب سيبك من الفير فاليو، هي كده كده بتساوي البوك فاليو. عايزين نشوف البوك فاليو للنت اسيتس، واخد منها نسبتي اللي هي كام؟ 25%. طب اجيب البوك فاليو للنت اسيتس، هل البوك فاليو للنت اسيتس اللي هي الايكويتي اتغيرت عن المليون ولا ما اتغيرتش؟ اتغيرت. هي كانت مليون، ده قبل الاصداريه، صح ولا لا؟ بس لما عملت نيو ايشونس، حد عارف هزيد بايه؟ هزيد بايه؟ 500,000 اللي هو الثمن اللي انا قبضتهم في الاصداريه الجديده. يبقى المليون دول هروح ازودهم بكام؟ 500,000. اذا الايكويتي بعد الاصداريه الجديده هتبقى كام؟ مليون ونص. انت بقى ليك منهم كام؟ 25%. 25% من المليون ونص شوفها كام؟ وقارن دي بدي، والفرق ده بيبقى ايه؟ الجود ويل. واضحه يا شباب؟ حلو. واحده كمان؟ لا هسيب لكم واحده حلوه. طيب دي كانت اول حاله معانا، اول حاله خاصه معانا. على فكره الكلام ده لو انتوا كنتوا خدتوا ماده الكوربوريشن، بس مش عايز احصركم كل شويه، بس لو انتوا كنتوا خدتوا ماده الكوربوريشن اصل، يعني دي ماده اساس، الكوربوريشن دي ماده اساس في الادفانس مواد ثانيه، بس الكلام ده كان المفروض يعني تبقوا خدتوه، بس طبعا انا عارف ان انتوا ما خدتوش الماده، فاحنا بنحاول نعيده تاني. طيب الحاله الثانيه عندنا هي عباره عن ايه؟ انه الانفستي اللي هو مين؟ اللي راح يستثمر عنده، ماله ده؟ عنده بريفيرد ستوك. يعني ايه بريفيرد ستوك؟ اسهم ممتازه. الانفستي اللي انت رايح تستثمر وتشتري عنده ده عنده بريفيرد ستوك، اسهم ممتازه. تفرق؟ اه تفرق في ايه؟ اصل الايكويتي ميثود اللي احنا بناخدها دي ما بتطبقش غير على الكومون ستوك، هي ما بتطبقش على مين؟ على البريفيرد، عشان اساسا البريفيرد ستوك ده ما بنعتبروش اساسا مالك في الشركه،
معرفش انتوا عارفين الكلام ده ولا البريفيرد ستوك ده، ده مستثمر كده جاي يقعد عندنا حبه وماشي يروح لحاله، ده مش مستثمر دايم. انتوا عارفين المعلومه دي ولا لا؟ ماشي. طب ايه اللي هيختلف في المساله لو الانفستي اللي انا رايح استثمر عنده وعنده بريفيرد ستوك؟ الفكره انه انا عايز اطبق الايكويتي ميثود على الكومون بس، صح ولا لا؟ فلو في اي حاجه بيشترك فيها البريفيرد والكومون انا لازم استبعد منها مين؟ البريفيرد، واشوف الجزء اللي فاضل للكومون بس. تاني احنا ما افترضناش او ما اتكلمناش ليه عن الموضوع ده قبل كده، لان كنا بنفترض ان الانفستي كومون كله للكومون شير هولدر، لكن احنا النهارده بندي سبيشال كيس انه الانفستي اللي انت رايح تشتري عنده ده عنده بول بريفيرد ستوك وعنده ايه؟ كومون ستوك. طب انا الايكويتي ميثود اللي احنا بندرسها في شابتر 2 مش بتطبق غير على مين؟ على الكومن. طب اعمل ايه لو لقيت فيه بريفيرد؟ استبعدها. من ايه استبعدها؟ من ايه؟ من ثلاث حاجات. البريفيرد ستوك دي هنستبعدها من كام حاجه؟ ثلاث حاجات. اعرف بس القوانين دلوقتي وبعد كده هنشوف المساله. لو الانفستي فيه بريفيرد ستوك الموضوع هيفرق معانا في كام حاجه؟ ثلاث حاجات، وركز معايا قوي. احنا مجرد ما هنخلص موضوع البريفيرد ستوك كده 99% من الحصه خلصت، يعني الكيس الاخيره دي مش هتاخد مننا 3 دقايق، فانا عايزك تركز فيها عشان الدكتور اتكلم عنها وقال فيها افكار وقال هتجيب في الامتحان فيها فكره، فيعني حاول تظبطها معايا. اول حاجه هستبعدها من البريفيرد ستوك هستبعدها من الايكويتي كلها. يعني لو انت عايز تجيب حاجه اسمها الكومون ايكويتي، لو انت عايز تجيب حاجه اسمها الكومون ايكويتي، يعني ايه الكومون ايكويتي؟ يعني الايكويتي بتاعت الكومون بس، تجيبها ازاي؟ خد كل الايكويتي، خد التوتال ايكويتي اللي عندك وشيل منها مين؟ البريفيرد، وشيل منها البريفيرد ستوك ايكويتي. دي اول حاجه بستبعد منها البريفيرد عشان اوصل للجزء بتاع الكومن بس. يبقى لو التمرين فيه بريفيرد وكومن وانا عايز اجيب الكومن ايكويتي بس، هي عباره عن ايه الكومن ايكويتي؟ كل الايكويتي اللي عندك بس اطرح لي منها او شيل منها مين؟ البريفيرد ايكوتي. طب البريفيرد ايكوتي دي ازاي؟ هنشوفها في التمرين هتوضح. خد لي بس القانون دلوقتي، في مشكله في دي؟ كمان الانكم، فاضل لنا الانكم والدبل. الانكم دي، الانكم ده هو عباره عن الارباح الايه؟ اللي الشركه بتحققها. الارباح دي بتبقى متاحه او بتبقى للاثنين، لمين ولمين؟ للكومن بريفيرد. انا دلوقتي عايز الانكم المتاح، الانكم افيلابل تو كومن شير هولدر. ده بيتحسب ازاي؟ الانكم بتاع الكومن شير هولدر بس، ما انا في النهايه عايز الجزء بتاع الكومن بس. احسبه ازاي ده؟ خد الانكم كله، خد الانكم كله وشيل منه مين بقى؟ بنشيل منه حاجه اسمها البريفيرد ديفيدند، بتشيل منه حاجه اسمها البريفيرد ديفيدند اللي هي التوزيعات الممتازه، هتشوفها في السؤال. تعرف لي بس القوانين دلوقتي. يبقى الانكم المتاح للكومون شير هولدر بتعمل ايه حضرتك؟ تاخد الانكم كله بتاع الشركه بس تشيل منه حاجه اسمها ايه؟ البريفيرد ديفيدند. طيب البريفيرد ديفيدند دي يعني حسبتها عبيطه ما فيهاش حاجه، بس اعرف لك القانون. اخر حاجه هنتكلم عنها هي مين؟ الديفيدند. هي الديفيدند دي عباره عن ايه؟ التوزيعات. تعرف انه لما بنيجي نعلن عن توزيعات ارباح اول واحد يتوزع له المبالغ بتاعه التوزيعات دي هو مين؟ البريفيرد. والريزيديوال يبقى يتوزع على مين؟ طب افرض مفيش ريزيديوال، الكومن ما ياخدش. انت ابننا، انت ابن الشركه، فمش مهم تاخد، احنا بندي للغريب الاول. يعني انا بس عايز يبقى الكونسيستنت دي في ما انتوا عارفينها ولا شكلكم عارفينها. طيب لو في توزيعات ارباح، لو في توزيعات ارباح احنا قررنا مثلا كمجلس اداره نوزع 100,000، نخرج من ال 100,000 دول مين؟ التوزيعات الممتازه الاول. افرض التوزيعات الممتازه دي كانت ب 100,000، يعني الديفيدنس كلها خلص، خلاص كومن ما ياخدش ديفيدنس. طب التوزيعات دي الممتازه دي كانت ب 80,000، بتفضل 20، ال 20 دول يتوزعوا على مين؟ على كل الكومن، فهم بياخدوا الباقي، الفضلات اللي بتفضل يعني. طب انا دلوقتي لو عايز اجيب الديفيدنس المتاحه للكومن بس اجيبها ازاي؟ لو عايز اجيب الديفيدنس وكومن اجيبها ازاي؟ كل الديفيدنس التوتال ديفيدنس وتشيل منها مين؟ البريفيرد ديفيدنس، وتشيل منها برضو البريفيرد ديفيدنس. هو البريفيرد هو اسمه بريفيرد عشان هو مميز،
مميز في حاجات كتير. طبعا مش هقعد اقول لك دلوقتي كل الفروق اللي ما بينهم، بس انا بقول لك الفروق اللي تخصني دلوقتي. لكن طبعا في فروق بين البريفيرد والكومون، ده شباتر الشطر شباتر. يعني انت دلوقتي دول الثلاث حاجات اللي هيفرقوا معانا في المساله. ايه وايه وايه؟ الايكوتي. لو انت عايز الكومون ايكوتي بس هتعمل ايه؟ خد الايكوتي كلها بس شيل منها مين؟ البريفيرد ايكوتي. البريفيرد ايكوتي اي ايكوتي خاصه بالبريفيرد. طيب لو انت عايز الانكم بتاع الكومون بس، خد الانكم كله بس شيل منه مين؟ البريفيرد ده. لو انت عايز الديفيدند بتاع الكومون بس، الديفيدند رأس مين؟ يعني واضح كده بالنسبه لك انه سواء الانكم او الديفيدند بشيل منهم مين؟ البريفيرد ديفيدند، صح ولا لا؟ سواء الانكم او الديفيدند لو انت عايزه للكومون بتشيل منه حضرتك مين؟ البريفيرد ده. الثلاث قوانين دول موجودين معاك في المستطيلهم. الثلاث قوانين دول انا كاتبهم ومعلمهم برضو في نفس المستطيل كده زي ما انت شايف في النوتس. شايفهم؟ لو انت فتحت صفحه 35 هتلاقي الثلاث حاجات اللي انا قلتهم دول موجودين عندك بنفس الطريقه اللي انا قلتها. طيب تعال نشوف مثال. المثال هيوضح لنا اكتر. المثال اللي احنا هنحله هيوضح لنا اكتر. حد محتاج دول؟ خلاص هم معانا اساسا في الوقت، بس انا كنت بوري لك بس القوانين. طيب بيقول لي بام كوربريشنز، شركه بام بيز دفعت 2 مليون ونص اون جانيوري 2 في شركه عندي اسمها بام. مالها بام دي؟ دفعت 2 مليون ونص ليه يا بام؟ دفعته امتى الاول؟ في جانيوري 2 في اول السنه خالص. ليه يا بام دفعت الرقم ده؟ عشان ياخدوا 40% من شركه اسمها ايه؟ صن. بام دفعت 2 مليون ونص عشان ياخدوا 40% من شركه صن اوت ستاندينج كومن ستوك. وبعد كده بيقول لي صنز نت انكم اند ديفيدندز فور ذا يير كان كذا وكذا. هو كده بيديني مين؟ مساله عاديه اهي. ماشي، ما انا ما قلتلكش ان هي مش عاديه. النت انكم للسنه كان مديهولي والديفيدندز للسنه كان مديهولي. النت انكم كان كام؟ 700,000 والديفيدنس 200,000. حلوه. بيقول لي بعد كده سانز ده اللي هو مين؟ ده الانفستيج ستوك هولدرز ايكويتي سيكشن كان شكله كالتالي. مديني شكل الايكويتي سيكشن بتاع سان طبعا ان ساوزنز مره بيديها لي في اول السنه خالص اللي هو في جانيوري 1 اللي هو بنعتبره يعني زي يوم الاستحواذ، ومديها لي مره كمان فين؟ في نهايه السنه. تعال نبص كده على شكل الايكويتي. الايكوتي اول حاجه فيها 10% كوميولاتيف بريفيرد ستوك كان ب 100 باب. شايفه؟ يعني هنا عندنا بريفيرد ستوك ولا ما عندناش؟ عندنا. طب ايه ال 10%؟ دي بنسميها نسبه التوزيعات الممتازه. اللي شاري بريفيرد ستوك بيبقى له نسبه ثابته كده كده هياخدها من التوزيعات. اللي شاري بريفيرد ستوك بيبقى له نسبة ثابتة هياخدها كده كده من الديفيدند. يعني وضح لي بس ان ال 10% دي اسمها نسبة التوزيعات الممتازة. دي اسمها نسبة التوزيعات الممتازة. 10% ايه؟ بعدها كوميولاتيف بريفيرد ستوك. ايه كوميولاتيف دي؟ اصل البريفيرد ستوك نوعين. في نوع اسمه كوميولاتيف وفي نوع اسمه ايه؟ نون كوميولاتيف. هل لازم ابقى عارف الفرق بينهم؟ لازم تبقى عارف كويس قوي ايه الفرق بينهم. البريفيرد ستوك منها نوعين زي ما قلت لك، ايه وايه؟ كوميولاتيف ونون كوميولاتيف. انا يعني احاول اشرح لك الفرق وانت تلخصه لنفسك في البيت بقى، مش عارف يعني هتكتب ايه ولا ايه. انا اصل هي فكره كونسيبت. ايه الكوميولاتيف ده؟ ركز معايا. كوميولاتيف يعني ايه الاول؟ مجمع. بمعنى انا ليا نسبه ثابته كده كده كل سنه 10%. من ايه ال 10% دي؟ من قيمه البريفيرد ستوك اللي هي عندي هنا بكام؟ بالمليون. ال 1000 دي مليون. فكل سنه انا كصاحب سهم ممتاز ليه 10% من مين؟ من مليون. ليا النسبه دي سواء انا اعلنت عن توزيعات ارباح كمجلس اداره او ما اعلنتش، انا ليا نسبه ثابته اخدها كام؟ 10% من المليون.
دي كده كده هاخدها. لو انا اعلنت كمجلس اداره عن توزيعات كده كده هاخدها في نفس السنه، هقول لهم هاتوا 10% من المليون. طب لو انا السنه دي كمجلس اداره ما اعلنتش عن توزيعات، هل ال 10% دي راحت عليا؟ لا، دي هتترحل معايا لمين؟ السنه الجايه. ده معنى كوميونيتي. طب افرض السنه الجايه انا كمجلس اداره ما اعلنتش، هل راحت عليا؟ ده انت هيترحل معاك الايه؟ ال 10% السنه اللي فاتت وال 10% السنه دي، يترحلوا للسنه الايه؟ اللي بعدها. ده معنى كوميونيتي. كوميونيتيف معناها انه نسبتك من الديفيدنس كده كده هتاخدها، سواء ايه؟ اسمعني بس الاول قبل ما تيجي، كده كده هاخدها سواء ايه؟ كمجلس اداره اعلن او ايه؟ او ما اعلنش. اعلن هياخدها في نفس السنه، ما اعلنش هتطرحها للسنين الجايه، هتطرحها للسنين الجايه، ان شاء الله تطرحها لخمس او ست او 10 سنين. الديفيدنس اللي بتطرحها للسنين الجايه دي بيسموها ديفيدنس ان اريرز. اسمعونا؟ مش مشكله. طب بس تعالى نشرح الكوميونيتي بلان. اكتب لي كده الكوميونيتي كده تحت الكوميونيتي كده، اكتب لي وصف ليه. انا بس يعني ما ببقاش عايزك يعني اعمليك وصف الحاجه مشروحه بطريقتي، يعني ممكن انت تكتبها بطريقتك انت بطريقه افضل تفهمها، بس انا هكتب عشان اللي مش عارف يكتب اصلا. فالكوميونيتي دي هي نسبه التوزيعات الممتازه بتتاخد كده كده. نسبه، اكتب تحتها كده، نسبه التوزيعات الممتازه بتتاخد كده كده. سواء اكتب كده كده، ايه المشكله؟ سواء الانفستي اعلن عن توزيعات او لا. سواء الانفستي اعلن عن توزيعات او لا. طب لو ما اعلنش عن توزيعات هاخدها ازاي ان شاء الله؟ هاخدها ازاي؟ هتطرحها للسنين الجايه. لو انت عايز تكتبها كمعلومه، الديفيدنس المرحله من السنوات السابقه بنسميها الديفيدنت ان اريرز. عشان هو في الشرح اللي شرحه الدكتور هو كاتب لك ديفيدنس ان اريرز دي، فعشان ما نشوفها يعني تصطدم. الديفيدنس المرحله من السنوات السابقه، بصوا ديفيدنس ان اريرز، صح كده ولا ايه؟ ايوه صح، ديفيدنس ان اريرز. ايه ديفيدنس ان اريرز بقى عشان لما تشوف الكلمه دي؟ يعني ديفيدنس ان اريرز ده كلامنا عن مين؟ طيب لو كان البريفيرد ديفيدنت ده نون كوميوليتيف، نون كوميوليتيف من اسمه يعني ايه؟ ما بترحلش. يعني ايه بقى؟ يعني انت يا بريفيرد سلوك انت وحظك. لو انت لو احنا كمجلس اداره اعلنا عن توزيعات هتاخد نسبتك المتفق عليها، ما عندناش مشكله. طب لو ما اعلناش مالكش حاجه عندنا، خلاص ما تطرحهاش. خلاص كده؟ يبقى النون كوميونيتيف وضح لي وصف ليها انه مرتبطه او نسبه التوزيعات الممتازه هاخدها، نسبه التوزيعات الممتازه هاخدها فقط، نسبه التوزيعات الممتازه هاخدها فقط لو الانفستي اعلن عن توزيعات. لكن لو ما اعلنش هتترحل ولا مش هتترحل؟ مش هتترحل، يعني ممكن يرد اساسا. لو ما اعلنش مش هتترحل للسنين الجايه. ده معنى الكونسبت ده هو هيبني لك عليه فكره في العمل. اللي انت بتكتبه ده هو هيبني لك عليه فكره في العمل هنوضحها. طيب تعالى نكمل، احنا كنا بنقرا الايكوتي بس الموضوع كوميونيتيف ونون كوميونيتيف ده شغلنا شويه، فنرجع تاني للايكوتي. خلاص؟ يبقى خلاص عرفنا انه في 10% من الكوميونيتي بريفيرد ستوك وثمن البار 100. بعد كده مدي لك الكومون ستوك 10 بار. طبعا لو عايز احدد هنا عدد الاسهم الكومون تعرف ولا ما تعرفش؟ خلاص فكره قديمه بقى محروقه. احسب ازاي في عدد الاسهم الكومون؟ 3 مليون على ايه؟ على 10. بعد كده مدي لك الاذر بيدنج كابيتال اللي هو الاديشنال بيدنج كابيتال، يعني ساعات بيسميه اذر بيدنج كابيتال او اديشنال بيدنج كابيتال. ومدي لك مين؟ الريتيند ايرنز.
طيب اول سؤال طبعا دي الايكويتي في جانيوري 1 تعال نكتبها تاني مع بعض الايكويتي في جانيوري 1 طبعا انا مش هيهمني دلوقتي الايكويتي في اخر السنه انا يهمني الايكويتي في التاريخ اللي انا استحوذت عليه مش انا استحوذت في اول السنه صح فانا استحواذي كان اول السنه يبقى انا يهمني الايكويتي بتاعه الانفستي بتاعه اول السنه الايكويتي بتاعه الانفستي بتاعه اول السنه قلنا معلش الاخر مره كان فيها بريفيرد ستوك وكان ليهم نسبه توزيعات 10% وكانت القيمه بتاعه الايكويتي هنا كام مليون وكان في كومون ستوك وكانت قيمتها 3 مليون وكان في اذر بيدنج كابيتال اذر بيدنج كابيتال او اديشنال بيدنج كابيتال وكانت قيمته كام 500000 وكان في كمان ريتيند ايرنينجز وكانت بكام بمليون ونص طبعا لو انا جمعت التوتال ايكويتي هيساوي كام التوتال ايكويتي 6 مليون ماشي ده الايكويتي كلها بتاع مين ومين البريفيرد والكومن هنا معانا بريفيرد في شريك معانا في الشركه صح ولا لا طيب تعالى شويه المطلوب اول مطلوب اللي احنا لسه واخدينه من شويه عايز مين الجودول احسب لي الجودول وبرده قايل لي بافتراض ان البوك فاليو ولو ما قاليش هختار ان هو بيصوع بس انا هنا يعني باكد لك على الفكره هو عايز الجودول احنا لسه واخدينه من شويه الجودول دي احسبها ازاي لو البوك فاليو قد الفير فاليو الجودول احسبها ازاي هقارن الكوست بمين بالبوك بقى وخلاص ما هم بيساووا بعض صح ولا لا يعني ممكن اقارن الكوست بمين بالبوك فاليو للنت اسيتس صح ولا لا بتاعت شركه صن واخد منها نسبه كام 40% طب واحد عايز اقارنها بالفير فاليو قارنها ما هم بيساووا ايه بعض طيب واحده واحده كوست اللي انا دفعتها انا دفعت كام بمليون ونص صح ولا لا يبقى لو انت عايز تحسب الجدول انت دفعت هنا 2 مليون ونص هتقارنها بمين بقى بالبوك فاليو للنت اسيتس بس دي اللي هي مين الايكويتي بس انا ايكويتي الكومون ايكويتي انا ما بطبقش الكومون ستوك على البريفيرد اي بريفيرد انا بستبعده من اي حسابات فانا هنا عايز اخد 40% من البوك فاليو للنت اسيتس البوك فاليو للنت اسيتس احنا عارفين ان هي الايكويتي صح ولا لا بس بالنسبه لي انا في التمرين مش تبع الايكويتي بس اسمها ايه الكومون ايكويتي لانه التمرين بتاعنا فيه ايه وفيه ايه في بريفيرد وفي كومون فانا عايز الكومون ايكويتي طب ممكن تقول لي الكومون ايكويتي دي عباره عن ايه كل الايكويتي اللي عندك بس شيل منها البريفيرد شيل لي ال 6 مليون ناقص الكام مليون يعني الكومون ايكويتي بالنسبه لك هي ايه الثلاثه دول الكومون ايكويتي عايز تجمع انت بقى الكومون ستوك والاذر بيدنج كابيتال والريتين ايرنينجز ماشي عايز تحسبها كل الايكويتي ناقص البريفيرد ماشي المهم ان هم هيبقوا كام 5 مليون بس انا ماليش في ال 5 مليون دي غير كام غير 40% 40% من 5 مليون يعني كام 2 مليون وكام 2 مليون بس 2 مليون بس تقدر تحسب الجودويل بقى في الحاله دي ولا لا قوس 2 مليون ونص البوك فاليو نسبتي منها 2 مليون يبقى الفرق كام 500000 500000 دول ايه جودويل في شويه المطلوب ده طيب مطلوب 2 عايز بامز انكم فروم سن فور زي عايز اشوف نسبتي من الانكم بتاع الانفستي واحده واحده انا الانفستي كل الانكم بتاعه كام 700 بس الانكم ده متاح للاثنين صح ولا لا انا دلوقتي عايز الانكم افيلابل الانكم الافيلابل تو كومن ستوك تقدر تقول لي هجيب الانكم الافيلابل للكومن ستوك بس ازاي كل الانكم ابو كام 700000 بس شيل لي منه البريفيرد ديفيدند البريفيرد ديفيدند دي تحسب ازاي نسبه التوزيعات من البريفيرد ستوك بتاعت البنك يعني البريفيرد ديفيدند دي يا شباب هطرحها ازاي احسبها ازاي قصدي سوري 10% من كام 2 مليون 10% من مليون يعني كام 100000 لما اطرح 700 واسميه يديني كام حد محترم يقول لي 600 اسمها ايه ده الانكم بتاع مين بس الكومن بس وده اللي انا عايزه انا عايز الانكم بتاع الكومن بس مش عايز الانكم كله انت بقى ليك في نسبه كام 40% يبقى الانكم ده في نسبته دي 40% شوف هتطلع بكام تطلع بكام 240 بس هو ده المطلوب في مشكله فيه بص لها كده فيها مشكله احنا شلنا بس ان الانكم الايه البريفيرد ديفيدند دي البريفيرد ديفيدند والبريفيرد ديفيدند دي اتحسبت ازاي 10 اللي هي نسبه التوزيعات من قيمه الاسهم طيب ثالث مطلوب عايز ايه عايز بامز ديفيدند فروم سام نسبه بام من الديفيدند
مش بام ده هيشارك في الانكم ومشارك في الديفيدنت ولا لا؟ مش هو شغال بالايكويتي صح ولا لا؟ يبقى ليه في الانكم وليه في مين؟ في الديف. طب لو انا عايز اجيب الديف بس مش عايز اجيب الديفيدنت غير لمين؟ للكوم. الديفيدنت والكومن ستوك ده بيتحسب ازاي؟ خد الديفيدنس اللي عندك كله ماينس مين؟ البريفيرد ديفيدنت. خد الديفيدنس اللي عندك كله اللي هو كام؟ 200,000. ده الديفيدنس اللي عندك كله، شيل لي منه مين؟ البريفيرد، لان دول لازم يطلعوا على جنب الاول. النسبه بتاعت الترددات الممتازه لازم تطلع على جنب الاول. طب ما النسبه دي لسه حاسبها، مش هسيبها تاني، او احسبها تاني 10% من المليون تطلع كام؟ 100,000. دي اللي هي البريفيرد ديفيدنت. اما تشيلهم يديك كام؟ 100,000. ال 100,000 دي حتى محترم يقول اسمها ايه؟ الديفيدنس المتاحه لمين؟ للكومون بس. انت بقى مالكش فيها غير كام؟ 40%. يبقى اضرب 40% تطلع كام؟ كام؟ 40. الدكتور قال لك انا ممكن اجيبك المساله دي واعمل لك عليها 3 4 اكس كيو على نفس المساله. مره اسالك الانكم بكام او يديك اختيارات، الاختيار هنا يبقى 240. مره يسالك الديفيدنت بكام، فالاختيار هنا يبقى كام؟ 40. مره يسالك الجود ويل بكام، فاحنا عايزين الجود ويل بكام؟ 500,000. يبقى نفس المساله انت لازم تحلها كده عشان تقدر تختار الجزئيه الصح. اخر مطلوب في المساله وقال برضو هجيبه، وما شرحوش في المحاضره بس قال هجيبه. لو طلب منك الانفستمنت بالانس في نهايه السنه، لو طلب منك رصيد الاستثمار في نهايه السنه، البالانس في نهايه السنه حد عارف هيساوي ايه؟ التكلفه اللي انا كنت دافعها في الاستثمار اجمع عليها نصيبي في الانكم واطرح منها نصيبي في الدبل، صح ولا لا؟ بنفس القوانين القديمه. الكوست اللي انا دافعها كام؟ 1.5 مليون. نصيبي في الانكم كام؟ 240 اجمعهم، ونصيبي في الديفيدند 40,000 اطرحهم يديني البالانس بتاع الاستثمار في نهايه السنه. ايه رايكم؟ حلو ولا وحش؟ نص ونص. طيب هو يلعب ازاي بقى في الحته دي؟ ليه البالانس؟ البالانس ده احنا البالانس بتاع الاستثمار في نهايه السنه ده قاعده ليه، دي قاعده. بشوف الكوست اللي انا دفعتها كام في الاستثمار، اجمع عليها نصيبي في الانكم واطرح منها نصيبي في الديبت. فالكوست اللي انا كنت دافعها في الاستثمار هو كان قايل 2.5 مليون، دي التكلفه اللي انا دافعها في الاستثمار اساسا. اجمع عليها نصيبي في الانكم، بعد ما حسبت انا نصيبي في الانكم طلع ب 240,000، يبقى اخد الكوست اجمع عليها 240,000 واطرح منها نصيبي في الديفيدنت اللي انا لسه حاسبه ب 40. اعمل الحسبه دي يديني البالانس اللي هو عايزه. اقول لكم يلعب ازاي ولا اسيبها للفاينل؟ بس مش عايز اطول كمان زياده عليك كده. لا اطول اخد راسك. طيب بص يا سيدي، هل التمرين، انا بص سيبنا اشرح وبعد كده هعمليك تكتب خلاص. لو التمرين كان قايل لي بدل كلمه كوميولاتيف نون كوميولاتيف، اسالك وترد عليا، في حاجه هتتغير في التمرين ولا مفيش؟ بقول نفس التمرين هو هو، بدل كوميولاتيف قال نون كوميولاتيف، في حاجه هتتغير ولا مفيش حاجه هتتغير؟ مفيش حاجه هتتغير. ليه مفيش حاجه هتتغير؟ انا هي نون كوميولاتيف بس انا اعلنت على التوزيع، صح ولا لا؟ ما كده كده ما سالتي زي ما هي بنفس الحسابات. هو الموضوع هيتغير معانا في الحسبه بتاعت الانكم شويه، يعني الكلام اللي هيتغير معانا في المطلوب بتاع الانكم. طيب لو المساله كوميولاتيف بس جه على الديفيدنت في المساله وما اعلنش عن توزيعات، واحده بس سيبني بس اكمل جملتي. لو المساله هي كوميولاتيف بكل حاجه بس جه كده في المطلوب هنا قال لي ان الديفيدنس هنا بس مفيش ديفيدنس 200,000، مفيش ديفيدنس في المساله، ما اعلناش كمجلس اداره عن توزيعات. سؤال، هم لو ما اعلنوش في مجلس اداره عن توزيعات ال 10% لو هي كوميولاتيف هتروح على الناس دي ولا مش هتروح؟ مش هتروح، كده كده هياخدوها، صح ولا لا؟ فانت برضو هتروح تطرحها من الانكم حتى لو ما اعلنوش عن توزيعات. الجاب قال لنا كده، قال لنا طول ما البريفيرد ستوك كوميولاتيف، طول ما هو كوميولاتيف الناس بتروح ولا ما بتروحش؟ ما بتروح. فكده كده بنقصها من مين؟ من الانكم، سواء كان في ديفيدنت اصلا معلن عنها او ايه؟ او ما فيش. يبقى في قاعده كده، طول ما الشير كوميولاتيف وانا بشوف الانكم بتاع الكومن اخد الانكم كله واشيل منه مين؟ البريفيرد، سواء كان ايه او ايه، سواء اعلن او ما اعلنش. فدي قاعده ثابته، طول ما البريفيرد ستوك كوميولاتيف، كوميولاتيف يعني ايه؟
يعني كده كده هياخدها. فطالما كده كده هياخدها هاخد النت انكم واشيل منه مين البريفيرد ده. ادي حته. طب لو هو نون كوميوليتيف، ركز بقى معايا الموضوع هيفرق. لو هو نون كوميوليتيف، لو هو نون كوميوليتيف واعلنا هطرحها ولا مش هطرحها؟ هطرحها. طب لو هو نون كوميوليتيف وما اعلناش يبقى مفيش ديفيدند، صح ولا لا؟ يبقى مش هطرح حاجه. بس هي دي الفكره، يعني الموضوع كله هيفرق معانا في حاله واحده. لا، لو البريفيرد ستوك نون كوميوليتيف وما اعلنش ايه اللي هيحصل بقى؟ هاخد النت انكم كله كده مش هطرح منه حاجه، ويبقى الانكم ده كله بتاعكم، مش هنقصه بحاجه. اكتبوها ازاي دي بقى؟ ايه دكتور؟ بالراحه بالراحه. في ناس بتقول مش هطرحها ليه؟ ما انا بقول لك مفيش توزيعات السنه دي. مفيش توزيعات على الدبل، بيأثر على الدبل. لا، ما انا هطرح منه بريفيرد ديفيدنت ليه وانا مش هديله بريفيرد ديفيدنت السنه دي اساسا؟ يبقى الانكم كله بتاع الكومن، مش هطرح من الانكم حاجه. يبقى الانكم كله بتاع الكومن. مفيش ديفيدنت اصلا. لو مفيش ديفيدنت في المساله اصلا مفيش مطلوب، مفيش ده اساسا. مفيش ديفيدنت سواء كوميونيتيف او نون كوميونيتيف. شباب شباب بس ركزوا معايا عشان الدنيا ما تتوهش. انا دورت في الكتاب على مساله فيها نون كوميونيتيف ما لقيتش، فانا هعمل لكم مساله بس ما لحقتش اعملها دلوقتي عشان بس الفكره طولنا. بس خد الفكره دلوقتي مبدئيه، خد الفكره دلوقتي مبدئيه. انا اكتب معايا الاول، وبعد ما تكتب لو انت حاسس اني بس لو اكتب كده وانا بحسب الانكم افيلابل تو كومن ستوك، يعني عشان الموضوع هيفرق معايا في الحته دي. بس لو انا بحسب الانكم افيلابل تو كومن ستوك خد واحد بقى كده. الجمله الاولى لو البريفيرد ستوك، بس بسرعه يلا بس عشان في قصه كمان. لو البريفيرد ستوك كان لو البريفيرد ستوك كان كوميولاتيف فهطرح البريفيرد ديفيدنت من الانكم سواء الانفستي اعلن عن توزيعات او ما اعلنش. طيب ادي جمله واحده. جمله اتنين، لكن لو البريفيرد ستوك كان نون كوميولاتيف، لكن لو البريفيرد ستوك كان نون كوميولاتيف فهشوف، وطلع سهمين من فهشوف وبعد كده بقى فرقها لي كده. الموضوع هيختلف هنا. هشوف ايه بقى؟ لو الانفستي اعلن عن توزيعات، لو الانفستي اعلن عن توزيعات هتعمل ايه؟ هطرحها برضو من الانكم. الحته الثانيه، لو الانفستي ما اعلنش عن توزيعات تعمل ايه بقى؟ مش هطرحها من الانكم. ويبقى الانكم كله الانكم كله ماله؟ available to common shareholder. ويبقى الانكم كله available to common stock. يعني الموضوع هيفرق معانا في انهي حسبه؟ حسبه الانكم ده. تمام؟ يعني تقدر تقول لي ايه الحاله الوحيده اللي انا لو انا عندي بريفيرد ستوك
مش هطرح من الانكم حاجة. الحالة الوحيدة لو انا عندي بريفيرد ستوك مش هطرح من الانكم حاجة. لو نون كوميونيتي وبعلى. تمام كده؟ طيب فكرة الديفيدنت هتفرق معانا ولا مش هتفرق؟ لو في ديفيدنت في المسألة هعمل الحسبة. مفيش ديفيدنت في المسألة خلاص مفيش حسبة اساسا، هعمل الحسبة لمين ومفيش ديفيدنت في المسألة. ومع شباب يعني انا عارف ان انا كسفت عليكم النهارده بس انا كان لازم اخلص الشابتر النهارده لان انا شخصيا زهقت. شايف انت في نوت كده في اخر صفحه 36 اقراها، انا مش قاريها، اقراها انت كده. في نوت كده هو قالها في المحاضره، حاول تقراها كده وقول لي فهمت منها حاجه ولا لا. في نوت في اخر صفحه 36 كده، وصلنا 36 صفحه ماشي، هو اطول شابتر احنا قايلين من الاول. اقرا كده النوت دي. فهمتوا حاجة؟ حالة الكوميونيتي الجاب قال لنا ايه؟ نطرح البريفيرد ديفيدند سواء ايه او ايه؟ اعلن او معلن. ده الجاب اللي بيقول مش هلو. ما تطرحها بس لازم، ما بس هي تخص السنة اللي انا فيها، فبطرحها من السنة اللي انا فيها. يا تطرح بس رقصها من الانكم بتاع السنة نفسها. طيب طبعا في اكسرسايز واحد ده مثال زي اللي انا حله بالظبط، اكيد مش هحله. في اكسرسايز 2 مثال زي اللي انا برضو حله بالظبط، طبعا ما فيهوش الافكار اللي احنا مزودينها، هو مساله ستاندرد عاديه زي اللي انا حللها، فانتوا حلوه. مش عارف الكلام ده. طيب اخر جزئيه معانا بقى النهارده، احنا اتفقنا النهارده هناخد ثلاث جزئيات. خدنا ايه وايه وايه؟ خدنا لما نشتري دايركتلي من الانفستي صح، خدنا ايه لو عندنا بريفيرد. اخر جزئيه ودي مش هتاخد في ايدينا 3 دقايق. الحصه دي تقيله عشان انتوا ما عندكوش اساسيات كويس تاني بعد، لكن لو انت عارفها ما كنتش قعدت طول الوقت، فانتوا يعني استحملوني. لا يعني انا اقصد بس اصل في ناس مثلا هو كل حصه مثلا يشرحها ساعه او نص ساعه، انا بطول عشان افيدك في النهايه مش بطول عشان انت تتخانق. انا عارف القصه هتبقى طويله كل بيبقى مسؤول، بس انت اعذرني عشان عايز اوصل لك المعلومه اللي انا عايز اوصلها واتاكد ان هي وصلت. طيب بلاش رغي. عندنا اخر حاله لما يبقى عندنا discontinued operations. discontinued operations يعني ايه discontinued operations؟ يعني في عمليه الانفستي مالها قفلها، discontinued ما كملهاش، في فرع كده ليه قفل. خلي بالك بس معايا، احنا كنا متعودين لما بيديني نت انكم في المساله بروح اشوف نسبتي منه واسجلها صح ولا لا. النت انكم اللي كنت بقول لك في المساله ده بيبقى النت انكم او نت انكم فروم الكونتينيوينج اوبريشنز. يعني هو العرف انه لما بيدي لك نت انكم ويسكت يبقى على طول ده النت انكم بتاع مين؟ عمليات المستمره اللي انا لسه شغال فيها. ساعات بنسميه نت انكم بيفور الاكسترا اوردينري ايتمز اللي هو ما يبقاش فيه اي حاجات اكسترا اوردينري. يعني ايه اكسترا اوردينري؟ يبقى ده نت انكم فروم الكونتينيوينج اوبريشن. ساعات بقى هو مثلا ادانا نت انكم فروم كونتينيوينج اوبريشن 100,000 جنيه مثلا. ركز بس معايا في نفس المساله، قال لي في ديسكونتينيوينج اوبريشن. خلي بالك ديسكونتينيوينج اوبريشن دي يعني فرع ليه بس مش عاجبه فقفلته، بعته يعني، بعته فرع ليه. لما بتبيع الفرع ده ممكن تبيعه بايه؟ بجين او تبيعه بايه؟ بلس. طب هل لو الانفستي حقق جين او لص من بعته للفرع الثاني هل انا كمستثمر بشارك فيها؟ انت بتشارك كل ارباحه وكل خسائره، بس ما ينفعش في قيد الانكم تجمع لي الاثنين في قيد واحد، لازم تعمل سيباريت ما بين الانكم العادي والانكم لو كان من ايه؟ من الديسكونتينيو. دي الفكره بس. افصل مين عن مين؟ الانكم من الكونتينيوينج مع مثلا لو انا عندي ديسكونتينيو اوبريشن وحققت منها مكسب، بعت فرع وحققت منه مكسب، والمكسب ده مثلا كان 50,000. خلي بالك بالنسبه للانفستي كده هو محقق من المشاريع والمستمره 100,000 صح؟ ومن الفرع اللي قفله جاله مكسب كام؟ 50. فهو كل مكاسب الانفستي كام؟ 150. هل انا هشير في كل مكاسب الانفستي؟ بس ما ينفعش اجمعهم على بعض. يعني احنا لما نيجي نعمل كود الانكم، ممكن تقول لي كود الانكم في الايكويتي ميثود بيتعمل ازاي؟ debit investment in اسم الشركه صح، credit income from اسم الشركه صح ولا لا.
الانكم فروم اسم الشركه ده ده خاص بالكونتينيوينج اوبريشن بس. لو انت عندك ديسكونتينيوينج اوبريشن سجله عادي بس مش مع الانكم، سجله في حساب لوحده. انتوا معايا يا شباب؟ طيب ممكن تقول لي لو انا مثلا طبقا للمساله دي انا عندي ايه خدت 30% من بي، تعالى كده نعمل قيد الانكم. لو احنا عايزين نعمل قيد الانكم هاخد الانكم ده اسجله ازاي؟ بالمية ولا بالخمسين ولا بالمية وخمسين؟ محتوى الانكم ده اللي في الكريدت هسجله من مين؟ من المية. دايما الانكم ده بتاع مين؟ الكونتينيوينج اوبريشنز فقط. يبقى ناخد مية في 30% يعني كام؟ 30,000. يبقى الانكم هيزيد ب 30,000. طب ما في 50 تانيه جين ماشي سجلها، سجل نصيبك منها بس مش مع الانكم ده. انتوا معايا؟ طب هتسجل ديبت ولا كريدت؟ اي جين طبيعته ايه؟ بس هاجي في الكريدت كمان مره واقول انا عندي نصيب من الديسكونتينيود اوبريشن جين. شوف بقى نصيبك منها كام؟ نصيبك منها كام؟ 30% من كام؟ من 50، يعني كام؟ 15,000. طب الاستثمار يزيد بمجموع الاثنين بقى، يبقى الاستثمار يزيد بكام؟ 45,000. اللي هو ايه ال 45,000 ده لو انت عايز تحسبها؟ اللي هو نصيبك من الانكم كله. الاستثمار بيزيد بنصيبك من الانكم كله اللي هم 30% من الكام؟ 150,000. بس هي دي المشكله. يعني هو عايز يقول لك انه لو احنا عندنا اثنين انكم في المساله، واحد من الكونتينيوم وواحد من النون كونتينيوم، هو عايز يقول لك ما ينفعش تجمعهم على بعض، لازم تعمل لهم ايه؟ سيباريشن. هو كاتبها لك كده لو انت بصيت في النوت، بس تعالى اقرا النوت كده. احنا لما بنجمعهم على بعض في سطر واحد بتاع الانكم ده بيسميه الوان لاين كونسوليديشن، ان انا اجمع الانكم كله يظهر في الميزانيه او في الانكم ستيتمنت في سطر واحد، ده بنسميه الوان لاين كونسوليديشن. ده مش هينفع يتطبق لما الانفستي انكم يحتوي على ديسكونتينيد اوبريشن جين او لوس، ممكن تبقى جين او لوس. فبيقول لي بقى الانفستمنت انكم لازم يحصل له ايه؟ لازم افصل مين عن مين؟ الاورديناري ده اللي هو جاي من الكونتينيوينج عن مين؟ عن الديسكونتينيد اوبريشن. طب ممكن تقول لي لو الديسكونتينيد اوبريشن دي كانت لوس كنت هتعمل ايه؟ اللوس طبيعته ايه؟ ديبت. يبقى كنت هتعمل ايه؟ يبقى هاجي هنا في الديبت واقول ديسكونتينيود. هل انا هشارك في اللوس ده ولا مش هشارك؟ هشارك. ديسكونتينيود اوبريشن لوس بكام؟ برضه ب 45. بس خلي بالك ده بقى لما يبقى هنا لوس ده هيبقى بكام بس؟ يبقى 100 وخسر 50، فهيبقى نيت انكم كام؟ 50. مش هجمعهم بقى صح ولا لا؟ يبقى الانفستمنت هنا هيبقى بايه؟ هي طبعا هنا مسحت الانكم فروم كونتينيوم ما مسحتش الديسكونتينيوم. تعالى شوف المساله اللي معانا، بلاش لعبه يعني. طيب بيقول لي اسيوم ذات كارل كوربوريشن اونز 40%. دي المساله اللي حلها الدكتور. افترض ان كارل معاه 40% من الاوتستاندنج ستوك بتاعت شركه ثانيه اسمها هوم، خلاص كده؟ ومديني الانكم بتاع هوم مكون من التالي: في انكم من الكونتينيوينج اوبريشن قبل ما يبقى في اي اكسترا اوردينري ايتمز، ده الانكم العادي ده الاوردينري انكم. وبعد كده مديني ديسكونتينيد اوبريشن ايه؟ لوس، في خساره. فانا كنت محقق 500 بس لما بعت الفرع ده خسرت 50، فبقى صافي الانكم كام؟ 450. المطلوب تعمل لي جورنال انتري عشان تسجل لي فيه قيد الانكم. سجل لي بس قيد الانكم. تعال بص كده مسجل ازاي. احنا مسجلينه عادي ايه؟ ديبت انفستمنت وكريدت انكم. يعني احنا مسجلينه عادي ديبت انفستمنت وكريدت انكم. بس واحده واحده، الكريدت انكم ده، الكريدت انكم ده بسجله ازاي؟ من الكونتينيوم فقط. يبقى ناخد نسبتي من مين؟ من 40% من 500,000 يعني كام؟ 20,000، 200,000. طيب لو انا عندي ديسكونتينيوم بشارك فيها ولا مش بشارك؟ بشارك بس في نسبتي، بس افصلها ولا اجمعها على انكم؟ افصل. طب هنا لوس، يبقى اللوس مكانه مين؟ ديبت. يبقى ديبت في ديسكونتينيوم اوبريشن لوس. احسب بقى نسبتك من اللوس اللي هي 40% من 50 يعني كام؟ 20,000. طب والانفستمنت في الديبت هتسجل ازاي؟ احسبه كمكمل، احسبه هنا كمكمل. ده استثماري زاد ب 200 وناقص ب 20، فبقى هنا كام الاستثمار؟ 100. طب لو كان جيم هيبقى في الكريدت زي اللي تحت دي بقى، اللي تحت كانوا الاثنين جيم، فانا حطيتهم الاثنين في الكريدت وجمعت. في مشكله في الكلام ده؟ كده شابتر 2 خلص الحمد لله.
ريحوا كده شويه وتعالوا لي تاني.